فتحت البوابات لسابع أشواط الحفل الأول. منافسة مهور الثلاث سنوات، المهور والمهرات تندفع على بركة الله تعالى في هذه الجمالية وهذه الكاميرا المواجهة للمهور والمهرات. وهنا الانطلاقة على ما يبدو تبدأ مع ناصر المحمدية ابن نود ساين بشعر الأمير محمد بن سلطان بن ناصر في المركز الثالث. هنا نشاهد الانطلاقة في هذه اللحظات لكاسب الميدان أيضا إلى المركز الأول مع عبد الله العوفي بشعار تغلب الربيعة ابن فوت بريدج، كاسب الميدان إلى المركز الأول. المركز الثاني لمحور ابن مثيب بشعار محمد الحكباني، فيما ناصر المحمدية إلى ثالث المراكز، والمحاولات من قبل لا ما يكفي إلى رابع المراكز. وهنا نشاهد المحاولات من ناصر المحمدية لتقليص الفارق والانطلاق في هذه اللحظات، ولا زال كاسب الميدان المندفع منذ البداية إلى المركز الأول ابن فوت بريدج. المهر الأحمر هنا في الصدارة في المركز الأول، يدفعه عبد الله العوفي بكل قوة، فيما هنا عادل الفريدي يدفع بناصر المحمدية إلى المنافسة. هنا يندفع المهر الأدهم إلى المركز الأول، عادل يطلب منه الانطلاق أكثر وأكثر. ناصر المحمدية ما شاء الله تبارك الله، ومحاولات من لا ما يكفي للدخول، وناصر المحمدية يحاول والانقضاض من لا ما يكفي على خط النهاية. سنحتكم لكاميرا خط النهاية. شوط قوي ورائع بين مهور الثلاث سنوات والتي تسعى لتسجيل الفوز الأول في سجلها السباقي. لا ما يكفي على ما يبدو ابن دانس وذ ريفنس والأم وايت هوت لابناء فيحان فيصل المنديل، على ما يبدو فهد الفريدي الخيالة الأخوين فهد الفريدي وعادل الفريدي في منافسة قوية. إذا لم